في البدء لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولأهمية ذلك في استمرار القناة. حياة المدن وزحامها وضجيجها الدائم ومشاحناتها التي لا تنتهي، وندرة الهواء الطلق النقي فيها، وعوادم السيارات والمصانع، ودائرتها المحكمة المطبقة علينا بجدرانها الأربعة من كل جانب، كل ذلك أصبح يدفعنا للخروج من ضيقها إلى رحب الطبيعة الغنية بهوائها النقي وخضرتها التي تسحر أعيننا وتركن إليها نفوسنا، والتي طالما أسرت في جدران المدن لتستغيث وتنادينا لننطلق إلى رحاب الطبيعة الجميلة الذي يدفع الحياة والبهجة من جديد لنفوسنا التي تطوق إليها أملا في الخروج من أسر المدينة والتي طالما حبست في كبوتها. تعال معي لننطلق إلى الهواء، تعال معي لننطلق إلى الجمال، تعال معي لننطلق إلى السكينة، لعلنا نحيا من جديد. سنقوم برحلة تأخذ بالألباب، حيث سنطوف حول العالم في رحلة لاستكشاف أجمل المناطق الطبيعية وأعظمها على الإطلاق. ولكن قبل أن نقلع تماسك جيدا، لأن ما ستراه من جمال قد يفوق الوصف ويسحر العقول، فهل أنت مستعد الآن؟ إذن فهيا بنا. منتزه تيبانف الوطنية في كندا. إذا وصلت إلى تلك البقعة ستجد أنك أمام لوحة فنية ليس لها مثيل آخر على وجه الأرض. تعتبر حديقة بانف الوطنية أحد أجمل الأماكن في كندا، حيث تعد لوحة فنية ملونة مغطاة بالجبال الثلجية والشلالات والحياة البرية والبحيرات الزرقاء الزاهية والأنهار الجليدية الجميلة. حتى أن الزائر إلى هناك لن يمل من التقاط أجمل الصور الفوتوغرافية لمجموعة لا تقارن من مشاهد الطبيعة الخلابة التي تظهر هنا في أبهى صورها. وتمتد مساحة منتزه بانف الوطنية إلى 6641 كيلو مترا مربعا، والتي تتكون من الأراضي الجليدية والعديد من الأنهار الجليدية والغابات الكثيفة بأشجار الصنوبر. تتكون أيضا من البحيرات الجميلة الرائعة وجبال روكي الشاهقة، كما تتميز تلك المنطقة بروعة الحياة البرية وتنوعها. أول ما يقع نظرك على بحيرة بايكل ستسحر على الفور بجمالها الخلاب. تقع هذه البحيرة الجميلة في جنوب سيبيريا في روسيا، وسميت في أحد الكتب العربية القديمة باسم بحر الأهوال، وتعد بحيرة بايكل التي تكونت قبل 25 عاما الأقدم والأعمق في العالم، حيث وصل عمقها إلى 1642 مترا، وتضم أكبر حجم للمياه العذبة السطحية في العالم. يبلغ طول البحيرة حوالي 395 ميلا، ومتوسط عرضها 3 أميال، ويصب فيها 336 نهرا. تجمع بحيرة بايكل ما لا يقل عن 2600 من مختلف أصناف النباتات والحيوانات، والتي لا وجود لثلثيها إلا في هذا الحوض المائي العملاق. تتباعد شواطئ بحيرة بايكل بنحو سنتيمترين سنويا، وبدلا من التقدم في العمر والموت كما هو الحال بالنسبة إلى معظم البحيرات في العالم، يمكن لبحيرة بايكل أن تنمو أكثر فأكثر لتصبح محيطا جديدا في العالم. شلالات إجوازو. إذا وقع نظرك على شلالات إجوازو لن تصدق عينيك مما تراه لهذا المنظر الرائع. شلالات إجوازو هي شلالات نهر إجوازو الواقعة على الحدود بين البرازيل والأرجنتين، ويعني اسم شلالات إجوازو الماء الكثير، وقد حصلت على المرتبة الخامسة ضمن تصنيف البحيرات والأنهار والشلالات في العالم. تلك الشلالات
تحبس الأنفاس عند رؤيتها، وتعتبر أحد الفواصل الطبيعية بين الأرجنتين والبرازيل، وهي تعد من أكبر الشلالات في العالم، حيث تمتد لمسافة 2700 مترا. تتكون شلالات إجوازو من 20 شلال كبير و255 شلال صغير، وبعض تلك الشلالات يبلغ ارتفاعها 82 مترا، ويبلغ ارتفاع البعض الآخر منها 64 مترا. تعد شلالات إجوازو إحدى عجائب الدنيا السبع الطبيعية. جرف بولبت أو صخرة بولبت في النرويج، بمجرد أن ترى هذا الجرف ستقف محدقا في ذهول، لأنك تشاهد منظرا فريدا لم تراه من قبل أبدا. يقع جرف بولبت أو صخرة بولبت في جنوب النرويج، ويبلغ ارتفاع هذا الجرف 604 مترا عن سطح الأرض، وفي أعلاها جزء مسطح تبلغ مساحته 25 مترا مربعا. يزور ذلك الجرف في النرويج 200,000 سائح كل عام، مما يجعلها من أكثر مناطق النرويج جذبا للسياحة، وهي من أهم المعالم السياحية في العالم، ولا ينصح بزيارتها في فصلي الشتاء أو الربيع، لأن الجرف يكون مغطى بالجليد. أعمدة الصخور في تشانغ جياجي في الصين. حين تصل إلى هذا المكان ستبدأ في التساؤل، هل أنا على كوكب الأرض؟ وأنت على حق، فهذا المكان هو الذي تم تصوير فيلم أفاتار الشهير فيه، فبالطبع يبدو وكأنه لا ينتمي لكوكب الأرض كما في الفيلم. تقع تلك الأعمدة من الصخور في تشانغ جياجي في وسط الصين، وتحتوي تلك المنطقة على 243 عمود صخري، وارتفع كل عمود من هذه الأعمدة لأكثر من 1000 مترا. ومما يضفي مزيدا من الغموض والإثارة على شكل هذه الصخور هو أن قمامها مغطاة بغابات بدائية كثيفة، تجعلنا نشعر ونحن نشاهدها وكأننا في عالم آخر. وتتكون تلك القمم من حجر الكوارتز الرملي، وتحتوي تلك المنطقة في تشانغ جياجي على 23 نوعا من الحيوانات النادرة، وأكثر من 3000 نوعا من النباتات. وتمتد تلك المنطقة من الأعمدة الصخرية إلى 397 كيلو مترا مربعا. تمتد أعمدة الصخور المنحدرة في أرجائها، والتي يصل ارتفاع بعضها إلى ما يقارب 1000 مترا. يزور المنطقة كل من المغامرين الذين عشقون التسلق الصخور، أو محب الاستكشاف الذين ينظمون مسارات مشي طويلة حول الأعمدة، بالإضافة إلى وجود تلفريك ومصاعد تنقل من يفضل مشاهدة الأعمدة من الأعلى. وأعلنت اليونسكو المنطقة موقعا هاما للتراث العالمي في العالم. شلالات أنجل. إذا وقفت أمام تلك الشلالات ستعرف أنك أمام أطول الشلالات في العالم. تعد شلالات أنجل في فنزويلا واحدة من أفضل أماكن الجذب السياحي في المدينة، لما تحتويه على جمال طبيعي، فهي تعد أطول الشلالات في العالم. يبلغ ارتفاع تلك الشلالات إلى أكثر من 900 مترا. تقع تلك الشلالات في غابات الأمازون في فنزويلا. يعد موسم الأمطار في شهر يونيو ويوليو وأغسطس هم الأكثر شعبية لزيارة شلالات أنجل، حيث تصاحب تلك الأشهر الكثير من الأمطار. تقف أمام تلك الشلالات الساحرة لتستمتع بالماء المنهمر المتدفق من فوق الشلال في مشهد غاية في الحسن يفوق الوصف. خليج هالونج في فيتنام. إذا وصلت إلى هذا الخليج ستشعر على التو أنك في مكان لا ينتمي إلى عالمنا، فهو يتمتع بمنظر خلاب يفوق الوصف. يقع خليج هالونج في شمال شرق فيتنام، ويمتد بطول 120 كيلو مترا، و
وتبلغ مساحة الخليج 1553 كيلو مترا مربعا، ويحتوي على أكثر من 2000 جزيرة صغيرة تتكون أغلبها من جبال الحجارة الكلسية. أضافت منظمة اليونسكو خليج هالونغ إلى قائمة التراث الإنساني، وتم اختياره كأحد عجائب الدنيا الطبيعية السبعة الجديدة. يعد خليج هالونغ جوهرة السياحة الثمينة في فيتنام، وهو من أهم الوجهات السياحية للمسافرين من جميع أنحاء العالم، حيث يشهد تجمعات كبيرة من السائحين في مواسم الذروة، وذلك رغم الطقس المعتدل طوال السنة، ولكن يمكن توقع هطول الأمطار وهبوب العواصف في أي وقت. ورغم هذا فهو من أهم المقاصد السياحية للسياح من جميع أنحاء العالم على مدار العام، حيث يقوم السياح باستكشاف آلاف الجزر والكهوف المتناثرة على الشاطئ الأخضر الجميل لهذا الخليج الرائع. جزيرة جيمس بوند في تايلاند. حين تصل إلى تلك الجزيرة ستقف محدقا في ذهول لا تصدق ما تراه من هذا الجمال الذي لا مثيل له في موقع آخر على وجه الأرض. تقع تلك الجزيرة ساحرة في تايلاند، وأرجع سبب تسمية الجزيرة بجزيرة جيمس بوند إلى تصوير فيلم جيمس بوند الذي كان يحمل اسم ذو المسدس الذهبي في عام 1974، حيث تم تصوير الفيلم في تلك الجزيرة. وتعد هذه الجزيرة من أكثر المناطق الطبيعية الأكثر جمالا في العالم، ويعد خليج فانج الذي تقع فيه الجزيرة من أجمل المناطق الطبيعية في العالم، ويحتوي على أكثر من 100 جزيرة. وتعد جزيرة جيمس بوند أحد تلك الجزر التي تقع في خليج فانج. تمتلك الجزيرة عددا من الكهوف والشواطئ الرملية الرائعة، وتمثل المياه الفيروزية مع الكهوف شكل طبيعي رائع، وتغطي النباتات والشجر معظم أجزاء الجزيرة، وتتميز أشجار الجزيرة بأنها دائمة الخضرة. يمكنك التمتع بالسير بالقوارب في المياه وسط المنحدرات والتجويفات الصخرية في مشهد ربما لم تراه من قبل. ويأتي عدد كبير من السياح حول العالم بغرض التمتع بالمناظر الخلابة في هذه الجزيرة، يتمتعون بسحر وجمال لا نظير له في مكان آخر. جبل روريما. حين تقف أمام هذا الجبل ستشعر أنك في أحد الأفلام الخيالية التي تدور حول المغامرات والتشويق والخيال العلمي، ولم تصدق أنه موجود في الحقيقة إلا عندما تراه. يقع هذا الجبل في أمريكا الجنوبية على الحدود بين فنزويلا والبرازيل وغيانا، ويبلغ عمر هذا الجبل ملياري عام. من يصعد هذا الجبل يحظى بالكثير من المغامرة والتشويق والعودة للعصور القديمة، حيث تجد نفسك كأنك في زمان من الأزمنة الغابرة والسحيقة. ولمحب الرعب يحتوي الجبل على مغارات مرعبة، فكل ما به قديم ومخيف. تهطل الأمطار عليه يوميا، ومن السهل التعرف على هطول الأمطار من خلال الضباب، فتسقط من فوق الجبل شلالات عالية الارتفاع، وبعد توقف الأمطار ستجد بيئة فريدة من نوعها. في قمة جبل روريما تكونت حديقة طبيعية تسمى حديقة كانيما الوطنية، التي تحوي العديد من الحيوانات الغريبة ونباتات غير اعتيادية. يبلغ ارتفاع الجبل 2800 مترا. صعود الجبل من جهة البرازيل أصعب بكثير من جهة فنزويلا، حيث يستطيع تسلقه المحترفون فقط، ومن الأفضل تسلق الجبل قبل هطول الأمطار. تبلغ درجة الحرارة على قمة الجبل 10 درجات مئوية، أما في قاع الجبل فتكون درجة الحرارة فيه مرتفعة. شلالات فيكتوريا. تقع شلالات فيكتوريا على الحدود بين زامبيا في الشمال وزيمبابوي في الجنوب، حيث يبلغ عرض وعمق الشلال ضعفي عرض وعمق شلالات نياجرا، كما يصل ارتفاع الشلالات إلى ما يقارب 108 أمتار، ويبلغ اتساع هذه الشلالات 1000 متر تقريبا.
تمتلك منطقة شلالات فيكتوريا العديد من المتنزهات الوطنية، حيث تشمل البيئات التي فيها غابات خشب الساج وغابات السافانا. يحتوي النهر الموجود أسفل الشلالات على ما يقارب 89 نوعاً من الأسماك الموجودة في النهر والذي يمده الشلال بالماء. كما تتواجد العديد من أنواع الحيوانات في محيط شلالات فيكتوريا. تصنف شلالات فيكتوريا بأنها واحدة من عجائب الدنيا السبع الطبيعية في العالم. تشكل الشلالات أكبر جدار من المياه المتساقطة في العالم، والذي يضم 5 شلالات. أخبرنا برأيك في التعليقات، أي عجائب الطبيعة التي نالت إعجابك أكثر؟ ولا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد.